مع أن التاريخ يشهد على أن الأديان كلها نسبت إليها أعمال العنف، وأن من هذه الأعمال ما اقترف تحت لافتة ديانات كبرى في العالم وفي قلب أمريكا نفسها، غير أن المقام لا يتسع لسردها. وعلم الله أننا لا نريد تأريث الأضغان ولا بعث الكراهية بيننا وبين إخوتنا من أبناء الأديان والمذاهب في الغرب، فهذا ما يأباه علينا الإسلام، ولكن أردنا فقط أن نتوقف عند نقطة فارقة يندر إلقاء الضوء عليها من المسلمين وغير المسلمين، وهي أننا حين نذكر المجازر البشعة التي تعرض لها المسلمون على أيدي أبناء الأديان الأخرى، فإننا لا نحمل الدين المسيحي ولا المسيح عليه السلام ولا موسى عليه السلام ذرة واحدة من المسؤولية، ولا نصم دينا من الأديان بوصمة الإرهاب والعنف والتوحش، بل نظل على وعي عميق بالفرق الهائل بين الأديان وتعاليمها، وبين سماسرة الأديان في أسواق السلاح وساعات الحروب. ونحن نعلم أن المسلمين دفعوا ثمناً فادحاً من دمائهم وأشلائهم في الحروب الصليبية وفي فلسطين وما حولها منذ عام 48 وحتى الآن، وكذلك في البوسنة والهرسك وفيتنام والفلبين والهند وميانمار ونيوزيلندا. ومع ذلك لم يجرؤ مؤرخ ولا كاتب مسلم أن يتفوه بكلمة واحدة تسيء إلى المسيحية أو اليهودية كأديان إلهية، لأنه يعلم أن كلمة واحدة من هذا القبيل تخرجه من الإسلام قبل أن تخرج من فمه.